صحش كده يا استاذ شتنوفي. خليك انت في حالك، الا تكتب حضرتك هي بتتاخر بشويه من الدهب. دهب دهب ايه؟ ما تخرس بقى. اخرس انت يا بنت انت قليل الادب وما تربيتش يا اخي. قول من وشي لف المركب يا حامد، ما بعرفش اعوم. نور الكشاف بسرعه يا حميدو. بطاطين يا حامد، شاي يا حميدو، شاي بسرعة يا حميدو بسرعة. مات. عيش أنسة فاطمة عايزك بعد ما غير هدومي تحصلين على الكابينة، عايز أكلم معاك. ابرز ابرز تعال هنا.
أهلا يا كابتن. أنسة فاطمة، النهارده كان في واحد مننا هيموت، وفي كمان كلام اتقال أنا مش فاهمه. افتكر من حقنا نعرف إيه الحكاية بالظبط. كان لازم أقول لكم من الأول، غلطتي أنا وقتها. إيه الحكاية يا بنتي؟ الحكاية ابتدت لما نفسي هفتني على البسبوسة ورحت دكان تشوية. حكاية غريبة أوي يا بنتي، ما حدش يصدقها. طب والشواف اللي اتقتل وأوضته اللي اتقلبت فوقاني تحتاني؟ جايز حرامي. حرامي هيسرق منه إيه؟ ما حلتوش اللضا. جايز افتكر إنه عنده فلوس مخبيها في حتة، أو عنده خريطة لتوصل الذهب. الله، معنى كلامك ده إن في حد تاني عارف حكاية الخريطة وحكاية الذهب. ده أكيد، عشان كده أنا عايزة أوصل للذهب الأول، ولو ساعدتوني هنوزع الذهب علينا. اسم ده العدل. قلت يا ريس حامد. يا ابني أنا راجل عجوز، شفت كتير وسمعت أكتر، والبحر ياما فيه حكاوي، منها اللي طلع حقيقي ومنها اللي طلع فشوش. في الخريطة اللي بتقولي عليها دي يا بنتي، المركب غرقت جنب الجزيرة اللي اسمها جزيرة الشيطان، واللي عمر ما حد سمع عنها قبل كده. المفروض إن احنا نوصلها بكرة الصبح. لو الجزيرة دي موجودة يبقى جايز حكاية الشواف حقيقي، ولو مش موجودة يبقى انسى. نلم عزلنا ونرجع طوالي، الوقت اتأخر. تصبح على خير. خلي واحدة حلوة ومتعلمة زيك تجري ورا خيال. ما بملكش غير الخيال، دي الفرصة الوحيدة اني احقق احلامي. الخوف ان احلامك هي اللي تضيع لو ما لقيناش الجزيرة. هنلاقيها، لازم نلاقيها. قول ان شاء الله. ان شاء الله. ايه؟ ايه في ايه؟ بشكير. ماله؟ بشكير اللي انا لابسه وقع، مش لابس حاجه تحتيه. ما قدرتش، لسه ما وصلناش. لسه كان لازم تسمعوا كلامي امبارح بالليل ونرجع. احنا كده بنضيع وقت هنا، الجزيره دي ملهاش وجود اصلا. انسى.
الخريطه مش مبينه المركب غرقت فين بالظبط. ما احنا هندور عليها لحد ما نلاقيها. بس دي حكايه مش سهله، هتاخد وقت كتير. ما احنا معانا اكل وميه يكفونا شهر بحاله، دافع بيهم دم قلبي. الزودك ممكن يساعدنا. ازاي؟ انت ممكن تسحبنا بحبال واحنا تحت الميه، وبكده ممكن نغطي مساحه كبيره بكل غطس. انسى. بالسلامة. احنا هنبتدي من هنا، هنلف أرض الجزيرة، كل واحد فينا هيبقى ماسك في حرب، والرئيس حامد هو اللي هيسحبنا. لو حد فيكم لمع حاجة يديني إشارة. وانت رئيس حامد، درز واحد تقف، درزين تمشي، إن شاء الله هنلاقيه. على البركة.